المهندس أيمن شجراوي، شركة صناعات البحر. طبعاً إحنا شركة صناعات البحر شركة كويتية متخصصة في المواد الكيماوية. عندنا ثلاث أقسام: قسم لإنتاج السيليكون بأنواعه، وازل السيليكون بأنواعه، وقسم لإنتاج المواد اللاصقة بأنواعها، وفي عندنا قسم ثالث للمنظفات السائلة والأتوموتيف بينز. طبعاً إحنا شركة كويتية تأسست لها أكثر من 40 سنة، ومن أوائل الشركات اللي أدخلت للسوق الخليج والسوق الكويتي عوازل السيليكون. طبعاً إحنا كشركة صناعة البحر أول مرة نشارك في بروجكت عمان لسنة 2022، وللأمانة الانطباع الأولي إنه في زبائن وفي كاستمرز وفي ناس مهتمين في هذا المعرض للمنتجات بشكل عام، وجانا زائرين من داخل السلطنة ومن خارج السلطنة مثل دولة البحرين. وإن شاء الله السنة القادمة مهتمين في المشاركة في بروجكت عمان لسنة 2023، وإن شاء الله الأمور تكون للأفضل.